السلام عليكم. وفي اطار دائما حلويات العيد اليوم اللي هنا عندكم طريقه ديال الخدمه ديال عجينه الصابلي اللي طرحت لكم في قناتي، تجدون الوصفه في القناه ديالي. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي كيف بكم عني ما نسمتها ومنين وجدت لي وخليتها باست لي ليله كامله، قسمتها على ثلاثه. واحد الجزء خليته عادي ما زدت حتى شي نكهه، واحد زدتو راس كتشاره ديال نكهه الاناناس، واحد زدتو راس كتشاره ديال نكهه السيترون، هذا غير على حساب المذاق. تشوف انا هون كرستها بين ميتين. هنا نستغل الوقت باش ما نتم نزيد العجينه ديالي دي وتكسى عليا وتعود ما هي صالحه، وفي نفس الوقت كتبقى الخدمه نقيه، لان انا هون دلكت هذه كيف شفتوا خاصها تعود القياس اللي هي نخدموا به. انا مزات عندي شويه غليظه، نزيد ندلكها بزاف لانها ما فيها الخميره كيف شفتوا. الصابلي اللي عدلت لكم ما فيه الخميره، والقياس اللي طرحناه عليه هو اللي هي تبقى عليه، يعني ما هي اللي هي تنتفخ، وما فيها مارغرين اللي هي تنفخها، يعني فيها لا الزبده العاديه. كان عليها القياس هذا اللي نقطع. بالنسبه للطوابع كل سيده تعدل الطابع اللي بغات، انا اللي هنا نعدل هادو. بسم الله. انا اللي نمشي نقطع على هذا الحال. وبالنسبه لهذا العجله كتنقلع لنا لان الميكا كتعاوننا فيها. شفتوا القياس كنطرحهم على صفيحه طاوه عاديه ماهي مدهونه، ماشي لان فيها الزبده ما تخسر علينا شي. وحتى الا قنيناهم ولا طرحناهم هذا ولا طرحناهم بالشور ماهي لهيت تلصق، المهم لا يتلاصقوا بهم اللي ما فيهم خميره ما فيهمش. انا نمشي نعدل هاي الخطوه ونرجع نعاد من كملت الطاوه ديال العجينه الاولى اللي ندخلها تطيب في درجه حراره 180 فران حامي مسبقا. الطيب لا حدها تصفار فقط لان الصابلي ما كيبغي يتحمر لنا قباله، يعني ندلهم يطيبوا ونرجع لك باش نشوفوا الشكل الثاني. الثاني اللي نخدم به في حلوه صابلي بريستيج هو هذا ديال الخميسه اللي وجدت معاكم الشكلاط ديالو، اللي نطبعهم ونديرهم يطيبوا بنفس الطريقه ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه للشكلاط اللي نزينوا به الحلوه ولا الصابلي ديالنا، اللي نخدم بهادو ديال الشكلاط صابلي، انا اللي نستعمل هادو الاثنين، موجودين الاشكال والانواع. بالنسبه للسيده تختار اللي كيناسبها. بالنسبه لطريقه تذويب الشكلاط، عندنا الشكلاط الابيض وعندنا الشكلاط الاسود. الطريقه سهله، كنطرحوا قياس ديال الشكلاط اللي بغينا في جيره، ممكن نقطعوه ونديروا معاه قطرات قليله من الزيت ونعدلوه في كسرونه فيها شويه ديال الماء على اساس ان الماء ما يعود لاحق للجيره، لان الا مسنا الشكلاط مسنا قطره ديال الماء يخسر علينا الشكلاط. انا غنمشي نذوبها الشكلاط اللي عندي القياس اللي نعدل ونرجع لكم باش تشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالو في هذاك ديال البريستيج. تنعاد منين ذوبت الشكلاط الابيض، انا هون اللي نعدلو في هذا في هذه ديال صابلي بريستيج، واللي نزينها بحبيبات ديال الشوكولا، حبيبات ديال الحلو اللي كينباعوا جاهزين، او حبوب الخشخاش اللي ما عندها وعندها حبوب الخشخاش. حبوب الخشخاش هما هادو الطفيات كيسولوني عنهم، حبوب الخشخاش هما هادو اسمهم حبوب الخشخاش ولا البافو، كينباعوا عند بائع المسائل ديال الحلوى بثمنه مناسبه. اذا لهنا قبل هاك الحبيبات ديال الشكلاط نحاول نوزعهم بشكل عشوائي. عاقب منين مليت هذو الحبيبات الحلوة، أنا يعني قبلت الشكلاط دايب نصبو مباشرة ها
الفاكهه ونقادو. باش يقبض لي الشكل ديال اللي نتم. انا ماشي على هذا المنوال الى التالي ونعطيكم الطريقه باش نقادوه مباشره. عقب مني مليتهم كنعدل لهم هذه الخطوه باش كيتساواو لي في البلاصه اللي ما لحقتها ما لحقتش الشكلاط كيلحقها. صافي كيبقى لي هذا الزائد هذا كنقلعو بكلينيكس باش ما يخسر عليا الحلوه ديالي ديال بريستيج فقط، ونديرهم في الثلاجه حتى يجمدوا ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل. نفس الشيء بالنسبه للشكلاط الاسود، عقب مني انا ذوبته لان من به الشكل اللي نعدل. دائما كنستعملوا كوتشارات عود صغيره باش نتحكموا في، لان الا تخطى الشكلاط الحد ديال هاد الشكل هذا كيخسر علينا المنظر، خاصو يجي قياس واحد. كنتبعوه في الشكلاط كنتبعوه في كوتشاره بحال هكا اللي نملاوه، والزوائد رانا اللي نقلعوهم خاصو واحد شوي. نتم ماشي على هذه الطريقه هذه نكمل هذا ونرجع لكم. منين نكمل من هذا من ملء الشكلاط هذا اسمه ديال بريستيج، ضروري خاصني نعدل هذه الخطوه باش كيتساوى لي الشكلاط في الديكور اللي عندي كامل، والزائد كيبقى لي هون. يعني نكمل انا هذه الطريقه ونرجع لكم. بالنسبه لهذا الشكل ديال الصابلي اللي عدلت ليه ندهنوه هو هذا الشكل بواحد الخلطه اللي اصلا كنعدلها في البيتي بان وكنعدلها في الفقاس كتجي زوينه بفارق بسيط. بالنسبه لهذا الشكل هذا قطعته كيف قلت لكم بهذا الطابع هذا، كنقطع ثنتين بحال هكا والثالثه كنقطعها ونقسمها على جوج بموس باش تشوفوا الشكل ديال اسمه. بالنسبه للخلطه اللي نعدل مع هذا اللي نزين به هذا الشكل الدائري وهاك نصف القلب، كيف قلت لكم على اني كنستعملها في بتي بان في الفقاس في دهن المسائل اللي هي عباره عن حليب بودره وقهوه سريعه الذوبان بفارق بسيط. شنو الفرق لهون؟ نزيد واحد شويه ديال الحليب، نزيد واحد شويه ديال الحليب اللي عندي قللته، والفرق هو ان كنزيدوا واحد الكوتشاره كبيره عامره ملانه من الكاكاو من بودره الكاكاو، يعني خلطوا هاد العناصر حتى الحصول على هذا خليط سائل خاثر. تم نقطرو شوي شوي الماء مزال، خاصو شوي الماء ما نكثر الماء باش نحصلو على الشكل اللي بغينا. دلي نخلطو غادي نحصلو على سائل خاثر قباله ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل ديال التزيين. لان عقب ملي وجدت هذاك الخليط اللي نقبض ونزين به الوجه ديال الصابلي بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا لين يلحق لي الحاشيه كامل. من فم نقبض موس ولا نقبض هذه، نقبض موس ولا نقبض هذه القطعه هذه ونجرح بها شوي الصابلي ديالي بهذه الطريقه. نحاول نمسح هذاك الموس، انا لافده هي الطاو ما تمونكت
ديكوراسيون غير لا باش نعاد لكم نشوف. لين تم نعدل الشكليه هذه، واش باينه لكم ولا لا؟ نعدل الشكلين نوفيهم كامل ونرجع لكم باش تشوفوا، ونطيبهم على درجه حراره عاديه جدا. اللي ما عندها هاد المس هذا تعدل هاد المس العادي. بالنسبه لهذوما اللي صغيرين اللي انصاص القلوب حتى هما نفس الشيء، اللي نعدل لهم ليه نزينهم بهذا الكريمه اللي وجدت. ونفس الشيء ام اللي لهن نجرحهم باش تعطيني الديكوراسيون. دم بحالها اللي يمشي نعدل لهذو كامل الاطراف اللي عندي نفس الطريقه ونديرهم يطيبوا ونرجع لكم باش تشوفوا الديكوراسيون التاليه عاد من طيبنا الصابلي. اشكال الصابلي اللي عدلت معكم اليوم راعيها وجدت وبردت تماما. هاون اللي نعد لكم طريقه الديكوراسيون. بسم الديكوراسيون كل سيده هي شي خطره تعدل الديكوراسيون اللي بغيت وتعدل اللي بغات وتعدل المنظر اللي كيبان لها مناسب لها. هنا لا نماذج نعطيكم، نماذج نعطيكم دي شونتيون نتوما تعدلوا اللي بغيتوا. نمشوا لهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الشكل هذا اللي نلصق اللي ندير له ديكوراسيون عندي لاباج هون والجليكوز اللي نزيدوا شوي بما ان لاباج ديالهم فيها الحامض نكهه الحامض اللي نزيد حتى الجليكوز هذا واسمو نزيدهم شوي ديال نكهه الحامض. لان لاباط فيها نكهه الحامض وليه نزينها ب كاوكاو ولا اسمه الفول السوداني اللي حمرته في الفران وطحنته خليته مهروش خليته مهرمش شوي ما هو مطحون حتى. دابا نخلط انا هذا ديكوراسيون ساهله. نقبل هذا الشيتة باش نلصق اثنين بحال هاك ونقبض هذا هاول الزراف ندير لهم حتى هما نفس النكهه. ندوزها في هذا بالنسبه لهون كاوكاو تقدري تعدلي سيدتي الجنجل المحمر، تقدري تعدلي الكوك، تقدري تعدلي الفويتين لا اللي بغيتي تعدليهم هون ولا اللوز مهروش لا اللي بغيتي انت تعدليهم تعدليه. هذا اللي يمشي على هذا المنوال هذا ونرجع لكم. بالنسبه للشكل الثاني ديال القلب هون عدلت نفس الشيء الناباج والجليكوز عدلت معاهم روح لاناناس لان هي لاباط فيها روح لاناناس. بالنسبه للتزيين ممكن تزينيها بالشوكولاط ممكن تزينيها باي شيء كيف قلت لكم قبيل على ان كل سيده تختار الشكل اللي يروق لها واللي زين عندها. بالنسبه لي انا درت هون هذاك الخليط اللي قلت لكم درت هذا النص هذا ديال القلب وليه ندير هاك شويه ديال الكوك محمر باقي عندي من الحلوه الاولى. الكوك مع طعم الكوك مع طعم الاناناس كتعطي واحد المذاق روعه. لان هذا هو الشكل انا غنتم ماشي على هذا الحال نكمل الحلوه ديالي ونرجع نعاد لكم الشكل الاخر ديال الشكلاط بريستيج. بالنسبه للصابلي ديال الخميسه اللي كنت عدلت على هذا الشكل انا عدلت لكم غير شونتيوات نقلع هذا الشكلاط اللي عدلت ديال مسكايس اللي راهو كيخسر بالعجله اللي عدلت ديال سيليكون ونقبض نفس هذاك الجليكوز والنطاج اللي عدلت. ممكن تعدلي الشكلاط انا نعدل الا هذا فقط مادام عندي ما نخسرو لانه غير كينشف وكيلصق صافي ولصق هي الخميسه كيفها.
هذا نثبتها شوي كيفها، عدل معكم واحدة أخرى. نعدل الشوكولاتة ديالي ونطرحها. بالنسبة اللي كيبغي يعدل فيها البريون، أنا هو عندي هذا الذهبي هنا، نقبض شوي منه براس صبعي باش ما يجيني ياسر، ونزوزو على الخميسة باش نحصل على واحد النوع من البريون كيف شفتوا عشوائي. نفس الشيء بالنسبة للقطعة الثانية، القطعة الثانية انكسرت لي معليش، خمسة وخميس عليها انكسرت. انا نمشي على هذا المنوال نكمل الصابي ديال الخميسه ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل الثاني. بالنسبه للصابلي اللي عدلت معكم بالشكلات الابيض، هذا هو شكله اللي عدلت فيه دوك الحبيبات، هذا هما شكلهم، كيجي منظرهم رائع تبارك الله. كنقبض نفس الطريقه، نقبض الصابلي ديالي مزقنا، نعدل له نفس الشيء جليكوز اللي باقي عندي، ممكن نعدل الشكلات الابيض كيف ممكن نعدل الشكلات الاسود، وكنطرحوا عليها. هذا هو الشكل ديالنا كيجي بحالها. انا غنكمل الاشكال ديالي، كاين مولي الشكل ديال اللي كيقولوا له خاتم سليمان، حتى هو بنفس الطريقه كنقلعوه في الشور، نجيو من التحت ونطلعوها ونمرقوها بحالها، كنلصقوها مولي على نفس الشيء بنفس الطريقه. نفس الطريقة كنجيبوها في الوسط، ممكن هاد الزراب نعمروهم بالكوك المحمر او الكاوكاو، هذا الكاوكاو اللي كان عندنا عدلنا به حلو، ممكن نخلوهم كيف هكا. انا المهم نكمل الاشكال ديالي ونعدكم الطبق الاخير. حلويات بريستيج اللي وجدت معكم اليوم، رايهم وجدوا. الى عجبتكم فكرة ابوناو في ماشين واشتركوا معايا فيها باش يوصلكم جديد تفرح بنت محمد. واني بكم، هذا هما لي صابلي، هذا هو الصابلي، صابلي واحد عدلت منه الاشكال كامل، هو الصابلي اللي كنعتمد. الى عجبتكم الحلقه عدوا لي جيم، واني بكم ومهباس، ومبارك عيدكم.